موضوع تاني برضو في مسألة الزيادة غير المبررة في الأسعار، وهو سوق الدواء اللي بيشهد بعض التقلبات. النهاردة عندنا دواء في سعر، يعني عندنا ارتفاع قصدي في سعر دواء هو مفترض دايما انه سعره بسيط، مفترض دايما ان هو بنقول عنه في متناول يد الجميع، وهو مسكن دواء ريفو. العبوة اللي فيها 20 شريط دي زادت من 65 جنيه ل 95 جنيه لتاني مرة. الشريط فيه 10 اقراص، يعني هو ارتفع مرتين، مرة في نص سنة 2022 السنة اللي فاتت زاد، كان هو وقتها ب 51 جنيه وصل ل 65 جنيه، قلنا ها تمشي. دلوقتي زاد مرة تانية، بنتكلم في 95 جنيه لريفو، اللي هو طبعا بيعتبر دواء شعبي في مصر، علاج للصداع، مسكن للألم، البرد، الأنفلونزا، الروماتيزم، ارتفاع الحرارة، ألم الأسنان، كل الحاجات اللي احنا بنحتاج لها المسكنات دي. وفي الفترة الأخيرة كمان احنا بنتكلم عن تحريك في بعض الأسعار أو عدد من الأصناف الدوائية زي المكملات الغذائية، المضادات الحيوية، أدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وأدوية الأطفال. برضو تاني هرجع أسأل نفس السؤال اللي سألته في الرز، هسأله المرة دي، هو إيه الحكاية؟ دكتور ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة، أهلا وسهلا بحضرتك. خير يا فندم، ازي حضرتك يا استاذه هبه؟ الله يخليك، يا رب حضرتك تكون بخير. و يعني باختصار عايزه اعرف، او ببساطه عايزه اعرف ايه سبب زياده الريفو، او ليه السعر نط بالشكل ده؟ تمام. الاول بقول لحضرتك والساده المشاهدين، كل سنه وحضرتك طيبه، حضرتك بالصحه والسلامه. النبي وبهني صيادله في مصر بكره بالصدفه 25/9 اليوم العالمي للصيدله على مستوى العالم. سنة وسادة مصر طيبين. حضرتك أصبت موضوع مهم جدا وهو زيادة الأسعار. هنا أنا هوجه بعد إذن معليكي كلمة لثلاث اتجاهات. المواطن هقول له إن زيادة الأسعار دي مرتبطة بالدولار، وإن الصيدلية أو الصيدلي اللي بيتعامل مع حضرتك ملوش ذنب في زيادة الأسعار. ده مش معناه إن أنا موافق عليها أو رافض. الموافقة والرافض لزيادة الأسعار دي في سلطة لهيئة الدواء المصرية. أنا كصيدلية ماليش دعوة بيها، لكن لينا ملاحظات عليها، وهقترح لحضرتك في الآخر برضو إزاي نحاول نوصل لحل يرضي الجميع. زيادة الأسعار مرتبطة بالدولار، لكن في غموض في آلية التسعير. بمعنى إيه؟ هل اللي بيزيد الدواء الرخيص عشان الشركة ما تخسرش؟ لكن اللي إحنا بنشوفه الدواء الرخيص بيزيد والدواء الغالي بيزيد، فدي برضو عايزة الدواء الغالي بيحصل إيه؟ الدواء المصري. الدواء الغالي سمعني. حضرتك بتقول ايه؟ استاذة هبة حضرتك سامعاني؟ انا بسأل حضرتك، بتقول الدواء الرخيص بيزيد والدواء الغالي بيحصل ايه؟ بيزيد برضو؟ بيزيد برضو، فاحنا عايزين نعرف ايه الآلية اللي بيزيد بها الدواء، او الطريقة بيزيد على اساس ايه وبأي معدل وليه؟ ده تساؤل. حاجة تانية حضرتك، الغريب ودي اللي عمرها ما حصلت من زمان، ان الصيدليات كان بيبقى فيها حضرتك سامعاني؟ كان دكتور ثروت انت على الهوا، اتفضل. انا على الهوا سامع، بس اتفضل. عارف حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك كويس جدا، اتفضل. طيب، ان كان زمان في سعر واحد للدواء طول عمرنا. من 2017 كان صدر قرار من معالي الوزير الله يرحمه الدكتور احمد عماد، اللي هو قرار 23 لسنه 2017، عمل بلبله ولخبطه في سوق الدواء، خلت دلوقتي الصيدليه فيها سعر واثنين وثلاثه. ما احناش عارفين لصالح مين وعشان ايه. يعني حضرتك لسه قايل الريفو كان ب 51 بقى حاجة و60 بقى حاجة و90، ممكن تلاقي في الصيدلية ثلاث أسعار، طب الصيدلي اللي بيع بقى أنه سعر؟ يا ريت نرجع لأصل التسعير في مصر، وهو إن الدواء سلعة مسعرة جبريًا زي سلعتين بس المسعر جبريًا في مصر. يعني الدواء ما هواش، إحنا كلنا عارفين إن هو مش خاضع لفكرة ولا عرض ولا طلب، لا في تسعيرة بتتحط الأدوية. التسعيرة ما يبقاش الصنف حضرتك يزيد وبعد أسبوعين يزيد وبعد أسبوعين يزيد، هما لها في الصيدلية صنف بسعرين وبثلاثة، بتعمل بلبلة وبتخسر الصيدلي راس المال لصالح مين؟ وهقول لحضرتك حل برضه ليها عشان ما يبقاش احنا بنصدر مشكلة. لا، احنا كصيادلة عايزين نقدم حلول من الواقع اللي احنا فيه، مش تصدير مشاكل. الأول القانون التسعير يا فندم، اللي من سنة 60 الدواء مسعر سعر واحد للدواء، مفيش حاجة اسمها سعر واثنين وثلاثة، دي حاجة. حاجة تانية، في قرار كان صادر لظروف معينة
وهيئه الدواء المصريه اعلم بيه اللي هو قرار 23-77 اللي عمل بلبله وقلق في سوق الدواء ملهاش اي لازمه. خلت المريض يشك في الدواء ويشك في الصيدلي ويقعد يلف في الشارع باعتقاد ان هو فاكر الدواء زي الرز زي ما حضرتك لسه جايب عنه، هيلاقي هنا بسعر وهنا بسعر وهنا بسعر، معروف ان الدواء والصيدليات كلها في بص بسعر واحد، ليه نشكك المريض فيه؟ فيا ريت اطالب معالي الوزير الاستاذ الدكتور تامر عصام بتعديل قرار الوزير اللي هو 23/2017 لمنع مثل هذه المشاكل. حاجه ثانيه، لما تكون علبه الدواء بسعر 2 و3 بنطالب شركات الدواء برعايه هيئه الدواء ان العلب القديمه اللي عليها السعر القديم تتسحب وينزل بشهر واحد. ما ينفعش سعادتك يبقى صيدليه بسعر والثانيه بسعر والثالثه بسعر، بتخلي المريض يحتقن من الصيدلي وبتشككه في الدواء، هل الدواء ده غير ده غير ده؟ وده مش لصالح حد. معرفش الفكره كده وصلت لحضرتك؟ طبعا طبعا، اختلاف موضوع سعر الدواء دي حاجه خطيره جدا وفعلا بتقلل من المصداقيه، يعني ايه الاقيه هنا بسعر وهنا بسعر وهنا بسعر؟ لصالح مين حضرتك؟ حضرتك اللي بيسعر، معلش انا 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 اخر واحد في خطوات الدواء، اللي بتسعر الهيئة الدواء، صح كده؟ وكان قبل كده وزاره الصحه. مظبوط. انا كصيدلي مش عايز اقول له حاجه، في عز ازمات الدوله وقفنا ايام الكورونا، شلنا السوق الدواء المصري ووقفنا، وايام الثورات كنا احنا واقفين في الشارع، محدش فينا استغل اي ظرف وزود علبه الدواء عن ثمنها قرش واحد. ودي شهاده مش مني انا كصيدلي، لا على فكره. لا، قولي للمواطن عمرك شفت صيدلي زود جنيه في علبه دواء كانت ناقصه او في ايام ازمه؟ طيب دكتور ثروت، هل حصل نقاش بين نقابه الصيادله وهيئه الدواء المصريه في النقطه دي تحديدا؟ طب انا على الهواء بطالب حضرتك اهون كعضو نقابه الصيادله، والنقابه تحت ليها ظروف معينه تحت الحراسه، ان احنا بنطالب الصيادله بفتح، يخلي الدكتور عصام تامر عصام يفتح الباب ويسمع لنا، يسمع للنقابه ويسمع لشعبه اصحاب الصيدليات، وعندنا مقترحات هتساعد معاك كتير في سوق الدواء. احنا ممثلين لسوق الدواء مع المواطن، احنا اللي نقدر. وانتوا بتحتكوا بالناس الدواء بشكل مباشر، وانتوا بتتعاملوا مع الناس بشكل مباشر يا فندم. الصيدلي بيقعد كل يوم بينه وبين الناس في الشارع بال 15 و16 ساعه، يقدر ينقل افكار كتيره للدواء طبعا، واقدر احل المريض. هقول لك على حاجه بسيطه بس في وسط الكلام، يعني احنا قلنا الاول قرار 23/2017 بتمنى يتلغى، وان علب الدواء تنزل بشكل يعني افرض بس حضرتك صيدلية عنده سعرين، شركه التوزيع تسحب القديم وتدي له سعر جديد، يبقى عنده سعر واحد، ده مقترح. حاجه ثانيه يا فندم، يعني حضرتك يا ريت تتبنيها، تعملنا حوار مجتمعي عن الدواء. لا احنا ممكن، انا يعني انا اقترح على حضرتك نعمل فقره تكون فيها معانا عضو نقابه صيادله وايضا هيئه الدواء، ونتناقش في كل الامور دي ونفتح الملف ده بالكامل. يعني على راس يا فندم، خلي بالك حضرتك اي تسعير للدواء غير اي سلعه ما ينفعش يتساب للعرض والطلب. انا المفروض اي علبه دواء فيها تسعير دي بعد اجتماعي. طبعا. بس سعادتك حاجه ثانيه، طب افرض نظر الظروف الاقتصاديه للناس والناس يعني محتاجه اللي يساعدها، انا بقول لحضرتك على الهواء وحاولت من القنوات المعروفه وبرنامجك من البرامج اللي ليها مشاهده عاليه. بقول للمريض اسال الصيدلي ايه المثيل الرخيص؟ الصيدلي هيساعدك على فكره، الصيدلي مش من مصلحته ان الدواء يزيد، الصيدلي مش من مصلحته دي بقى لك الغالي، عشان بس المريض يبقى عارف. يعني ما رحتش الاقي حضرتك فيتامين انا انا يعني هاخد بقى اقتراح حضرتك دوت، ونتواصل يعني معاك وايضا مع هيئه الدواء ونعمل الفقره دي ونتكلم في كل الملفات دي. بشكر حضرتك والى اللقاء قريب. دكتور ثروت حجاج عضو نقابه الصيادله.